مساء سعيدا لكل احبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان، احييكم احلى تحيه. موعدنا يتجدد عبر الشرقيه والشرقيه نيوز لناخذكم في هذه الجوله الرياضيه، والتي نبداها مباشره من زياره وزير الشباب والرياضه الكابتن عدنان درجال الى المملكه العربيه السعوديه، اذ تباحث وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال مع مسؤولي الرياضة في المملكة العربية السعودية يوم أمس، وبالتحديد في العاصمة الرياض، لغرض وضع أمور كثيرة أمام أنظار المسؤولين. وأوضح درجال في بيان صحفي أن الاجتماعات التي جرت في الرياض مع المسؤولين في المملكة أثمرت عن الاتفاق على إرسال لجنة فنية مختصة ستصل إلى العراق قريبا لتحديد الموقع النهائي وأطر العمل في المدينة الرياضية والملعب الكبير المهداة من قبل العاهل السعودي إلى الجماهير الرياضية في العراق. وأضاف أن بروتوكول التعاون الشبابي الرياضي المبرم بين البلدين عام 2017 سيتم تفعيله مرة أخرى بنطاق أوسع ليشمل إقامة المعسكرات التدريبية والمؤتمرات الشبابية وتطوير الملاكات بما يخدم شباب البلدين الشقيقين. وأشار درجال في اتصال للشوط الثالث هذا اليوم أن الملاعب السعودية ستكون مشرعة أمام المنتخبات والأندية العراقية بمختلف الألعاب، ومنها إقامة مباريات ودية بين العراق والسعودية، وستكون هناك لجنة فنية مختصة من المملكة تزور بغداد قريبا لتحديد موقع المدينة الرياضية والملعب الكبير المهداة من العاهل السعودي إلى العراق. وسيتم إعادة تفعيل بروتوكول التعاون الشباب الرياضي المبرم بين البلدين مرة أخرى بنطاق أوسع. طبعا زيارة مثمرة وإعادة تفعيل بروتوكول التعاون الشبابي بين الشقيقين العراق والسعودية، وأتمنى أن تتكلل بعدد من اللقاءات والمباريات ليس في كرة القدم وإنما في بقية الألعاب، وأعتقد قريبا سيحدد المكان في قلب بغداد اللي راح يكون مكانا للملعب المهدى من العاهل السعودي، وهو هدية تقدم من المملكة العربية السعودية إلى الجماهير الرياضية العراقية. طبعا الكابتن عدنان درجال عاد إلى أرض الوطن هذا اليوم بعد زيارة استمرت يوم واحد فقط. مباشرة إلى أندية الدوري الممتاز التي اجتمعت يوم أمس في بغداد لمناقشة الكثير من الأمور اللي تخص التعديلات اللي طرأت على النظام الداخلي لاتحاد الكرة العراقي. عقدت أندية الدوري الممتاز بكرة القدم الاثنين اجتماعا لبحث مستقبل اتحاد الكرة ومصير رابطة الأندية. مراسل الشوط الثالث أكد أن أندية الدوري الممتاز عقدت اجتماعا سريا بعيدا عن أعين الإعلام من أجل مناقشة عدد من المواضيع المصيرية الخاصة باتحاد الكرة. وأضاف أن أغلب أندية الدوري حضرت الاجتماع، ومن تعذر عليه الحضور تواصل عبر الواتساب، حيث تم الاتفاق على عدة أمور منها إلغاء فقرة ازدواجية المناصب وتشكيل رابطة الدوري الممتاز وإدراجه في النظام الأساس، الاعتراض على طريقة وآلية الدوري الممتاز نتيجة إضافة عدد من أندية إقليم كردستان والمنطقة الغربية وهي لم تشارك إطلاقا بأي مسابقة من المسابقات، الاعتراض على عدد من أندية الدرجة الأولى، والاعتراض على فقرة التحصيل الدراسي والشهادة كونها ستحرم نجوم كثر من الدخول في السباق الانتخابي. وتابعت الأندية أن الاجتماع سيستكمل الأربعاء على أمل الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا اللي تم تداولها. طبعا هذه الاعتراضات إلى الآن مجرد بالإعلام، لأنه إحنا طلبنا من أعضاء الهيئة العامة المعترضين أنه يظهروا لنا بتصريح أو بلقاء، لكن هو الاجتماع اللي صار مثل ما تحدثنا لكم كان اجتماع سري، وما أعرف ليش السرية، موضوع جدا طبيعي. الهيئة التطبيعية عدلت بعض الفقرات على النظام الداخلي، واحنا قلنا عدد كبير من اعضاء الهيئة العامة اعترضوا على التعديلات، فليش السرية بالموضوع؟ الان انتم يعني هذا البيان اللي اصدرتوه او هذا التصريح اللي اصدرتوه هو علنا موجود، وبالتالي
لازم نوصل لاتفاق حتى نبعث إلى الفيفا يصادق عليه ونرجع نسوي انتخابات، لأنه هي هاي مهمة الهيئة التطبيعية، هي الوصول إلى الانتخابات وتعديل بعض فقرات النظام الداخلي وزيادة عدد أعضاء الهيئة العامة. بالمناسبة الأخوة أعضاء الهيئة العامة وممثلي أندية الدوري الممتاز لم يتطرقوا إلى موضوع زيادة أعضاء الهيئة العامة اللي هي على أساس أنه تصير إما 90 شخص أو 100، لأن هي الآن أعتقد 52 أو 53 عضو هيئة عامة. فهذا واحد من المواضيع، وأرجع وأقول ترى إحنا طرقنا كل أبواب أعضاء الهيئة العامة، مو كلهم، أكثرهم اللي اعتذر بداعي كورونا، واللي اعتذر انه ما يقدر، والمريض وما يقدر يحكي، والمعروف ايش، وهواي الرياضة راح تنقاد. لانه اذا هذا التفكير وتشتغلون كله سكتاوي ومعروف ايش وما ادري عبالك، يعني في قضية مهمة جدا يا جماعة، كونوا واضحين، واحنا مع الوضوح، واحنا داعمينكم كإعلام، لانه لازم اوكي ما تردون تطلعون خلوا ممثل عنكم يطلع ممثل عن أندية الدوري الممتاز او ممثل عن الهيئة العامة، حتى احنا ما نظل نخابر يومية نخابر 20 و30 واحد حتى تطلعون. فهو هذا اللي نريد نقوله، نتمنى الموفقية والنجاح وان نصل الى اتفاق يرضي جميع الاطراف ويلبي طموحات الكرة العراقية في تعديل النظام الداخلي. مباشرة إلى كابتن المنتخب الوطني السابق يونس محمود اللي هاجم فقرة التحصيل الدراسي اللي منعته من الترشح إلى رئاسة الاتحاد. أكد يونس محمود يوم أمس في تصريح صحفي أن الاتحاد الدولي فيفا لا يهتم بالشهادة الدراسية حتى يكون اللاعب إداري. محمود أكد: وقفنا أمام الاتحاد السابق لأنه كان عائقا بوجه الرياضيين ومن أجل الترشح لرئاسة الاتحاد، فإن الاتحاد الدولي لا يهتم للشهادة الدراسية، فهناك نجوم كبار عملوا وهم لا يملكون شهادة. وأضاف: 16 سنة من ممارسة كرة القدم تعلمنا فيها أمور كثيرة تشفع لنا كإداريين، يجب على الاتحاد أن يهتم بالمنتخبات الوطنية وتحسين نظام الدوري. وتابع حاليا: أدرس بكلية التربية الرياضية وأحاول أن أطور نفسي دائما، يجب أن تكون لنا كلمة خارج العراق ونعيد هيبة الكرة العراقية. نوجه التحية إلى النجم الكبير السابق يونس محمود، وإحنا معاك قلبا وقالبا ومتضامنين أنه ندعم رغبتك، لأنك من وجهة نظرك تجد في نفسك الكفاءة على العمل في الحقل الإداري. لكن يا أخوي العزيز، موضوع التحصيل الدراسي يعني شيء جميل أنه نشاهد رئيس اتحادنا المقبل يمتلك مواصفات الشهادة الجامعية، الخبرة الإدارية، اللغة الإنجليزية، العلاقات العامة، يعني خلونا نفتخر. ليش رئيس اتحادنا يجيب له مترجم؟ وليش رئيس اتحادنا ما عنده شهادة دراسية؟ وليش رئيس اتحادنا ما عنده خبرة إدارية؟ نعم أنت 16 سنة كنت مخلص للكرة العراقية وكنت لاعب، ولا غبار عليك لأنك قدمت الكثير الكثير للكرة العراقية، بس شنو علاقة الإدارة؟ بعدين يا أخوي العزيز، يعني أنا لو ألعب لو أخربط الملعب؟ يعني لو ترشح رئيس اتحاد لو ما ترشح، وشين المشكلة إذا رشحت عضوية الاتحاد أو رشحت إلى نائب، ما أعرف إذا القانون يسمح لك أو شيء، شنو المشكلة؟ يعني العمل الإداري يحتاج لخبرة، بدليل الآن أكو كليات تدرس الإداريات وفنون الإدارة والدبلوماسية، يسموها دبلوماتيك، يعني شنو المشكلة؟ فأتمنى من عندك يا أخي العزيز، إذا كان الفيفا يهتم ما يهتم، فأنت ثقافتك العامة أنت تحتاج الكثير، ولا تزعل من عندنا، تحتاج ثقافة. الآن أنت يعني مثل ما تعلمت اللغة الإنجليزية يحتاج لك أن تطور قابليتك الإدارية، لأن أنت في المجال الفني باعتبار أنت لاعب منتخب ولعبت محترف، فامتلكت الكثير من الخبرة الفنية، لكن الخبرة الإدارية يعني يحتاج لها تحتك وتتواصل. وإحنا مو ضد رغبتك، بالعكس مرحبا بكل النجوم اللي عندهم الرغبة أن يعني يعملوا في المجال الإداري، نقول لهم هلا بيكم، مثل ما مرحب بهم في المجال الفني. وبعدين بالمناسبة يعني هذا الكلام مو ليونس إطلاقا، أوجه له التحية لأبو ذنون، ترى بس بالعراق
بس بالعراق لاعب المنتخب من يعتزل لو أصير مدرب لو أصير رئيس اتحاد. ترى ماكو هيك منطق. يعني إذا ذكرنا أسماء كثيرة شغلت مناصب مهمة في المجال الإداري لاتحاد الفيفا، للاتحاد الآسيوي، للاتحاد الأوروبي، ترى إنفانتينيو ما كان التسعة مال نوتنغهام فورست، ولا بلاتر كان العشرة مال البرازيل، ولا يعني باستثناء بلاتيني اللي صار رئيس الاتحاد الأوروبي أكيد نجم كبير، ما له علاقة. يعني أكو أسماء كثيرة حتى في دول الخليج في الدول العربية رؤساء الاتحادات مو شرط أن يكون لاعب ولاعب منتخب وعنده أقواله وعنده، ترى هاي بس بالعراق إحنا يعني بطل اللاعب منا يلا أريد أدرب المنتخب، جيبوا لي نادي درجة أولى جماهيري، أريد أصير رئيس اتحاد. ترى ما كل شيء منطق بالعالم يا جماعة. ستيب باي ستيب حتى يعني على الأقل تكتسب الخبرة. وأرجع وأقول مرحبا بكل الكفاءات والخبرات اللي ممكن أن تخدمنا في المجال الفني والمجال الإداري. سادتي الأحبة، اتحاد كرة السلة العراقي وجه دعوة رسمية إلى مغترب عراقي مقيم في إسبانيا، إذ وجه الاتحاد العراقي لكرة السلة دعوة إلى المغترب العراقي في إسبانيا جوني كامل للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني. مشرف المنتخب لكرة السلة مهند عبد الستار أكد للشوط الثالث هذا اليوم أن اتحاد السلة تواصل بشكل مباشر مع اللاعب العراقي المغترب في إسبانيا جوني كامل، وأوضح أن اللاعب من مواليد لبنان، والده عراقي من مواليد بغداد وأمه لبنانية، وجميع أوراقه الثبوتية العراقية مكتملة وصالحة، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استدعاء اللاعب بشكل رسمي. وينتظر منتخبنا الوطني بكرة السلة تصفيات آسيا اللي من المقرر إقامتها خلال شهر تشرين الثاني المقبل. خطوة جميلة ورائعة من اتحاد السلة العراقي أن يبحث عن نجومنا وأولادنا المغتربين اللي يخدمون كرة السلة العراقية، لأنه الآن الاتحاد الدولي أعطانا أنه إحنا نقدر نجيب لاعب مغترب أو محترف اللعبة بصفوف المنتخبات الوطنية، ومثل ما جبنا اللاعب الأمريكي اللي كان موجود مع منتخبنا الوطني وكان علامة بارزة وقدم الكثير. فإحنا من حقنا الآن أبارك هذه الخطوة للدكتور حسين العميدي وأيضا دكتور مهند عبد الستار. وبالعكس ترى مو بس جوني كامل، أكو لاعبين كثار عراقيين عندهم الرغبة أن يتواجدوا أن يلعبوا وأن يضيفوا شيء. التجنيس معب، لأنه إحنا مو أفضل من فرنسا ولا أفضل من هاي الدول اللي أخذت كأس العالم جابت مجنسين، والدليل فرنسا أخذت كأس العالم الأخيرة 2018 داعش لاعب مجنس، مو عيب. يعني ليش إحنا عندنا هاي النظرة ولا أولادنا؟ نعم أولادنا، لكن أكو ظروف مرت على البلد أذتنا، ما خلت ابن البلد يتطور، ما خلت ابن البلد يحتك، ما خلت. احنا عندنا اجيال انتهت خصوصا في كره القدم، خل احكي وباقي الالعاب. جيل اللي شهد حرب ايران من الثمانين للتسعين، وجيل شهد حرب الخليج من التسعين للالفين، وجيل شهد الاحتلال الامريكي والى الان. فاحنا مرت علينا سنوات عصيبه، لكن لو ننظر برغم الظروف اللي مرينا بها أكو إنجازات كثيرة دي حققها الرياضي العراقي، وهي تجير للرياضي. لكن مو عيب إذا جنسنا وإذا احتكينا وإذا جبنا المغترب العراقي، شنو المشكلة؟ هو صار عنده ظروف وطلع هو وأهله وعاش مرة، بس هو عراقي. فهاي النظرة اللي عند البعض أنه هذا عايش خارج الوطن وإحنا أكلنا من طحين الحصة، هاي استوانة مشروخة ترى، يعني خلوها. الولاء مو أنه أنت لازم تعيش بالوطن حتى يصير ولاءك للوطن. هواية أكو ناس عاشوا داخل العراق وأذونا، هواية ناس عاشوا خارج العراق بس حبهم للعراق وحبهم له للعراق ويردون يقدمون شيء للعراق. فأتمنى الموفقية إلى اتحاد السلة على هذه الخطوة. من الأخبار أيضا اللي وصلتنا يوم أمس، وفي ظل تداعيات جائحة كورونا
وانتشارها بشكل كبير، أكيد الشريحة الرياضية أيضا تعرضت لهذا الوباء. اليوم أعلن الاتحاد العراقي للجودو عن إصابة رئيس الاتحاد سمير الموسوي بفيروس كورونا المستجد. كشف الاتحاد العراقي للجودو عن إصابة رئيس الاتحاد سمير الموسوي ليلة الاثنين بفيروس كورونا المستجد في بغداد. وقال الاتحاد العراقي للجودو في بيان خاص به الشوط الثالث عن إصابة رئيس الاتحاد سمير الموسوي بفيروس كورونا، وأن معنوياته عالية متحديا هذا المرض بالإرادة والصبر ودعوات الجميع. الهيئة الإدارية لنادي الكرخ اللي يشغل فيها الموسوي منصب الأمين المالي أصدرت بيانا دعت فيه الباري عز وجل أن يمن بالشفاء والصحة على سمير الموسوي. الصحة والسلام للكابتن أبو ياسر سمير الموسوي. مهما اختلفنا على عمل ما، لكن الخلاف لا يفسد للود قضية. أكيد يعني تعرضك لهذا الوباء، ندعو لك دائما بالشفاء لأنك عراقي ولأنك رياضي. أما يعني شيء جميل أنا شاهدته يوم أمس، المتخاصمين دائما الدكتور عدي الربيعي وسمير الموسوي، نشوف النكران الذات اللي صار عند دكتور عدي اللي يعني كتب يا أبو ياسر قوم وآني إيدي بيدك، وهذا شيء جميل. شوف العراقي معدن الحقيقي يبين وقت الشدائد. إحنا نختلف يمكن على قضية ما، لكن هذا الاختلاف ما يأثر على العلاقات الإنسانية فيما بيننا. فأتمنى الموفقية والصحة والسلامة إلى سمير الموسوي، وإلى أيضا الأخ العزيز الحاج زهير مدير الإدارة في اتحاد الكرة العراقي اللي أيضا تعرض إلى إصابة بفيروس كورونا هو وعائلته. أيضا يعني أدعو له بالشفاء العاجل والصحة والسلامة يا رب، وأن يجنبنا يعني خبث هذا الوباء اللي فتك بينا واللي أذى نجومنا وأذى ولدنا وأذى المجتمع العراقي كله. فأدعو بالصحة والسلامة إلى الجميع، وأن يعود إن شاء الله الكابتن سمير مرة أخرى إلى اتحاده وإلى نادي الكرخ. سادتي الأكارم، الحقيقة وصلتنا مناشدة من عدد من رياضيي نادي الشرطة اللي هم أصحاب الألعاب الفردية. إحنا سبق وأن غطينا عبر منبر الشوط الثالث التظاهرات اللي قاموا بها رياضي ألعاب القوى اللي طلعوا أو نظموا وقفة أمام مقر النادي، طالبوا بحقوقهم ورواتبهم المتوقفة. لكن اليوم إدارة الشرطة قررت إنهاء عقود جميع لاعبي فرق الألعاب الفردية، ومنها ألعاب القوى، الملاكمة، الأثقال، الجودو. هذا التصرف الحقيقة اللي إحنا يعني أيضا حاولنا نتصل بالدكتور وهاب الطائي، والرجل يعني ما جاوبنا على الاتصال، لكن تركنا رسالة صوتية وقال الموضوع مو هيك، الموضوع إنه إحنا قررنا أن نعطيهم جزء من عقودهم لأن إحنا متعاقدين وياهم سنة، ولكن الجائحة اللي صارت وما قدموا لنا شيء سوى أنه يعني شاركوا أو قدموا لنا جزء قليل من السنة من خلال مشاركتهم، لذلك اتفقنا نعطيهم 25% من قيمة العقد. لكن رياضيي الشرطة يأكدون، ووصلتنا طبعا كتاب راح نعرضه يوم غد إن شاء الله، أنه إدارة الشرطة خيرت الرياضيين، نعطيكم فلوس وقعوا استغناء. وهذا الموضوع الحقيقة يعني ما أعرف، يعني أنتظر، لأنه أنا عشمي بإدارة الشرطة متمثلة برئيسها الدكتور وهاب الطائي وعدد من أعضائها، سيد علاء بحر العلوم، الأخ العزيز عدي الربيعي، علي الشحماني، يعني كلهم رياضيين ويحسون بمعاناة الرياضي. تعالوا لنتابع هذه المناشدة اللي أطلقها بطل رفع الأثقال العربي الكابتن محمد قدوري عبر منبر الشوط الثالث، واللي وصلتنا
هذا اليوم، نتابع. احنا اني ممثل على الالعاب الفرديه بالجروب الخاص مالت المظلومين، احنا جماعه جميع الالعاب الفرديه بنادي الشرطه. احنا سمعنا هذا الخبر اليوم ان نادي الشرطه مجتمعين بعد اجتماع قرار نهائي بان يحلون الالعاب جميعا بالتسلسل، البارحه للجوده، اليوم للجوده، الباكر للاثقال، والخميس ملاكمه اعتقد ما ادري شنو، والاحد ساحه ميدان. ليش هذا الظلم جامر علينا احنا؟ ليش احنا لاعبين طلبنا باستحقاقاتنا وطلبنا برواتبنا كامله؟ ليش احنا يعطونا استغناء من الشهر السابع او الشهر الخامس تبقى حوزتهم رواتب 7 اشهر؟ ليش هذا؟ وين الرواتب تروح؟ ليش الرواتب المفروض تتوزع عنا؟ احنا نطالب من وزير الداخليه فتح تحقيق فورا على هاي التلامسات جاي تصير باللاعبين. احنا تقريبا 200 لاعب، وين روحنا؟ وين توجهنا؟ ليش بس الالعاب الجماعيه تبقى بالنادي؟ ليش الالعاب الفرديه يطلعون؟ ليش تعال تنتظرني من هذه السنه تجي الشهر 12؟ وين اروح انا؟ وين اطوي شيء يعني؟ يا نادي يستقبلني؟ وهذا نادينا احنا مثلناه من احنا صغار، يعني من كل واحد عمره 9 سنوات، ويدرون المدربين مثلنا هذا النادي احسن تمثيل، واحنا نحب هذا النادي وشعاره بدل قلب، دائما نحضر لعبات ونحضر بطولات العابنا الفرديه ونرفع اسم النادي عالي، ويدري بينا وزير الداخليه احنا نقدم للنادي، لان احنا مدنيين، احنا حتى تعيين ما عندنا، والجميع متعينين وموجودين ومستفيدين من النادي، بس احنا الوحيدين ما مستفيدين. ليله وضعها اتوقع عقد، اتوقع الاستغناء تستلم راتب، ما اتوقع الاستغناء ما تستلم اي استحقاق من النادي، تطلع الله وياك، روح الله وياك بعد انت. هذا هو يعني هذا الاحترافيه بالنادي، يعني تطلع اللاعب ليله وضعها مثل ما صار اليوم، هي لاعبين الجوده جميعهم طلعوا وما يدرون خطيه صار ما صار لهم، وهذا اللي يقول انا قدمت للنادي صار لي 9 سنوات، لاعب يقول انا قدمت من يعني ما يصير، لازم احنا نوصل صوتنا، نطالب من الشرقيه توصل صوتنا لوزير الداخليه، واحنا ان شاء الله الاحد مجتمعين يم باب وزاره الداخليه ونرفع لافتات بمحاسبه الهيئه الاداريه نادي الشرطه، لان احنا جاي نمر بهذا، جاي يظلمونا ظلم مباشر يعني مو غير شيء. شكر إلى بطلنا الرياضي محمد قدوري، بطل رفع الأثقال، اللي تكلم ببساطة وبعفوية. وإحنا أيضا ننتظر رد إدارة نادي الشرطة، لأنه إحنا لازم نقف مع الرياضي ومع المنجز، وبعدين إحنا يعني لازم نفكر بدعم الألعاب الفردية، لأنه أولا تكاليفها أقل، اثنين تحقق نفس الإنجاز اللي حققه اللعبة الجماعية مع الاعتزاز، لأنه كل الأندية الحقيقة الآن تفكر بكرة القدم، وهاي كرة القدم اللي أكلت جرف الرياضات الأخرى وركنتها للرياضات الأخرى لأن سحبت البساط إعلاميا وماديا ومعنويا. وبالتالي هذا الموضوع يعني إحنا كنا نقول نادي الشرطة الرياضي لجنة أولمبية مصغرة، فالحقيقة عشمي كبير. أرجع وأقول دائما أنا متفائل بهذه الإدارة وأوجه لهم التحية، ومحتاجين رد، لأن الناس الآن يقول لك الموقف مو صالحنا، تتخلون عنا الآن في ظرف إحنا أصحاب عوائل وأكثرنا محتاجين وأكثرنا إحنا يعني عايشين على الله وعلى هاي الرواتب، ولأن إحنا مو منتسبين بالداخلية. فأنتظر الرد، وراح نكون طبعا احنا يوم غد ان شاء الله مع وقفة هذه الشريحة من الرياضيين الخاصين والتابعين لنادي الشرطة اللي قرروا ان يتظاهروا يوم غد امام مبنى وزارة الداخلية لإيصال صوتهم الى وزير الداخلية عثمان الغانمي. سادتي الأحبة، تلبية لمطالب شباب مدينة الكاظمية العزيزة الغالية على قلوب كل العراقيين، قرر وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال إيقاف عملية الاستثمار التابعة للنادي، إذ أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال هذا اليوم عن إيقاف عمليات الاستثمار السابقة في أرض ومنشآت نادي الكاظمية الرياضي. مصدر مطلع في وزارة الشباب أكد أن توجيه درجال لإيقاف الاستثمار في النادي جاء تلبية لرغبات وجهاء وشباب هذه المدينة المقدسة ورياضيي نادي الكاظمية اللي يعد واحدا من الأندية العريقة في بغداد. ونشرت صحيفة رياضة وشباب الصادرة في بغداد هذا اليوم أن أرضا خصبة لصناعة الموهوبين في مختلف الألعاب تتواجد في نادي الكاظمية، سيما في الألعاب الفردية على المستويين المحلي والإداري.
خطوة رائعة للكابتن عدنان، وأرجع وأقول الاستثمار اللي يبنى على حطام أنديتنا ورياضتنا وشبابنا لا هلا ولا مرحبا به. أما مشروع استثماري يديم عملية المنشأ الرياضي والبنى التحتية الرياضية نخليه على رأسنا. وبالمناسبة ترى العراق وبغداد بيها فضاءات هواية، يعني شمعنا إلا الأندية الرياضية؟ روحوا هاي الحزام بغداد، روحوا خارج بغداد، طلعوا روحوا ابنوا سووا مولات شكوا بيها، محصورين كليتنا محشوكين بقلب بغداد، كرادة ومنصور ووابي الشرجي ومعدل، لويش طلعوا برا؟ بغداد واسعة، وبغداد يعني هسه كنا ولد بغداد ونعرف، فليش يعني هذا الاستثمار ما يحلى إلا على المنشأ الرياضي؟ فأبارك هذه الخطوة، ورح نكون أكيد قريبا بتفاصيل أدق حول هذا الموضوع. أيضا من المتابعات اللي نضعها أمامكم، إدارة القوة الجوية حلت يوم أمس بقرار من وزير الدفاع. إذ قرر وزير الدفاع جمعة عناد حل إدارة نادي القوة الجوية الرياضي وتشكيل هيئة مؤقتة لتمشية أمور النادي حتى إجراء انتخابات جديدة. حل إدارة القوة الجوية جاء بعد استقالة رئيس الهيئة الإدارية أنور حمى قائد القوة الجوية، مما أدى لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد استقالة النائب حسن كريم. وتألفت الهيئة المؤقتة الجديدة من وليد الزيدي مع شخصين برتبة ضابط من وزارة الدفاع، وموفق الزهيري أمينا للسر، ورياض البزاز أمينا ماليا. يذكر أن قانون الأندية لا يسمح لهي هيئة مؤقتة بالترشيح في الانتخابات المقبلة. طبعاً إحنا واثقين كل الثقة أنه هو هذا القانون، من يكون في هيئة مؤقتة لا يحق له الترشح للانتخابات المقبلة. هذا الموضوع رح نناقشه تباعا، لكن أكو قضية لازم نضعها أمامكم وهي ولدت استغراب عند الجميع. يعني السيد وليد الزيدي يكيل بمكيالين ويتصرف مع فريق عمل الشوط الثالث بطريقة بعيدة كل البعد عن الذوق وعن التعامل المهني وعن التعامل الإعلامي، لمجرد أنه إحنا الحقيقة انتقدنا، وإحنا من حقنا ننتقد لأنه الانتقاد البناء الهادف يعني أعتقد هو هذا واجبنا. يوم أمس تصرف وليد الزيدي تصرف الحقيقة راح نضع أمامكم، أمام فريق عمل الشوط الثالث اللي كان حاضر في مقر نادي القوة الجوية حتى يغطي بعض اللقاءات مع عدد من لاعبي المنتخب الوطني اللي عاودوا تدريباتهم. وليد الزيدي تبجح بقضية كلش مهمة، يقول لا ما أريد كاميرا تدخل لأنه اللاعب اللي يطلع بالإعلام رح يعاقبوه خلية الأزمة، بينما سمح لقناتين عراقيتين طبعا زميلتين عزيزتين، وإحنا عندنا الأفلام موجودة، سمح بالدخول وتصور لقاءات، وهاي اللقاءات احنا محتفظين بها. ما اعرف يعني انا ما اريد احكي ولا اريد انتقد، لكن راح اترككم ويا هذا التقرير اللي اعده زميلنا محمد الخفاجي وهو يقف امام مبنى نادي القوة الجوية اللي طبعا ما اكتفى السيد وليد الزيدي اللي ما اعرف ايش عنده ويانه، وصل حرس قالهم ممنوع يدخلون. فالزميل محمد راد يسوي تقرير باب النادي جو الحرس منعوه، ولذلك راح مسافة بعيدة حتى يسوي التقرير ويضعكم في قلب ما يدور في نادي القوة الجوية. نتابع هذا التقرير. ما يزال بعض المسؤولين في الرياضة العراقية يتعاملون وفق ردات الفعل ويغلبون مصلحتهم الشخصية وأمزجتهم في التعامل والتعاطي مع وسائل الإعلام. وما حدث مع نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي قد يكون مثالا على ذلك، إذ منع فريق عمل الشرقية وبرنامج الشوط الثالث من الدخول إلى أروقة النادي، ربما على خلفية انتقادات سابقة وجهت له من خلال البرنامج.
وما يدل على ذلك أنه سبق وإن سمح لقنوات زميلات من الدخول والتصوير بشكل طبيعي. لذا لابد أن نعتذر لجماهير الصقور أولا، كون حضورنا رغم معاناة الوصول ودرجات الحرارة المرتفعة ودعما للعريق ليس إلا ومساندتنا لبعض اللاعبين الملتزمين الذين يتحدون الصعاب من أجل المحافظة على مستوياتهم الفنية والبدنية، لكننا فوجئنا بمنع غير مبرر من الإدارة. يعني مثل ما تلاحظون احنا اليوم متواجدين امام مبنى نادي القوة الجوية الرياضي. يعني نادي القوة الجوية وفريقه بكرة القدم لحد الان لم يبدأ تدريباته الفعلية بشكل جماعي، لكن هناك بعض اللاعبين يتدربون بشكل منفرد وخصوصا لاعبي المنتخب الوطني، وهذا شيء ايجابي، ونحن اعتدنا ان نعضد دائما المواقف الايجابية، لذلك ارتئينا اليوم ان نعمل تقرير لهؤلاء اللاعبين المتميزين، لكن للاسف ادارة نادي القوة الجوية منعتنا من الدخول وتصوير اللاعبين، وبالتالي لم نستطع الوصول إلى ملعب تدريبات نادي القوة الجوية لنكتفي بهذا القدر، وهو يعني أمر مستغرب من إدارة النادي، لذلك نترك الحكم لكم ولكل من يتابعنا. شكرا لزميلنا محمد الخفاجي وزميلنا أيضا المصور المبدع ياسر جمال. يا وليد الزيدي نقول لك هذا نادي الشعب، هذا نادي مو مالك، وخاف وقت أغبر خلاك تتحكم بمقدرات النادي وأنت دخيل على الرياضة، لأن أنت لا اسم ولا تاريخ ولا نعرفك، وانت الان طفشت كل نجوم الرياضه اللي في القوه الجويه وكلهم ينقطون يعني دم من تصرفاتك، واللي راح نعرض التقرير ونشوف، لكن كفانا سكوت كافي عد. هم ذولا ترى اللي جوي عثوا في ارض الرياضه فساده. الفساد مو شرط ان يكون فساد مالي، حتى لا تلزمها علينا وتروح تشتكي، مثل ما مره انتقدناك رحت اشتكيت. احنا ما نخاف من الشكاوي بالمناسبه، لكن احنا انتقادنا، احنا جينا اولا نجينا البيت، جينا إلى بيت القوة الجوية اللي هو بيت العراقيين، وأنت ما قدرت حتى الناس اللي جوي فريق عمل درجة حرارة توصل أكثر من 40 إلى 45 ووقفوا بالباب. أنت شرف إلك أنه ناديك يطلع في قناة الشرقية، لأن قناة الشرقية قناة كل العراقيين وقناة تبحث عن المصلحة والدافع عن كل المظلومين، لكن هذا اللي صار أنا أضعه أمام وزير الدفاع السيد جمعة عناد، وأرجو أن يضع حدا لتصرفات هذا الرجل اللي الآن أصبح يعني فد قوة وهيمنة بالنادي، وهو الرجل يعني أنا ابن القوة الجوية ولعبت وأنا صغير بالقوة الجوية، والله ما سامع بي أقسم بذات الله، مع اعتزازي بشخصك ورتبتك العسكرية على رأسنا، روح اخدم بالجيش، لأن عمرك ما عمري ما شايفك لابس عسكري، لأن أنت قضيتها بدلات وسفرات، ولو عد لك السفرات اللي أنت طلعتها وضباط منايمين ولد الخايبة يدافعون عن العراق، وأنت باسم الرياضة نمت بالخونة. فأني أتمنى من السيد وزير الدفاع أن يصر على أنه الهيئة المؤقتة اللي شكلها أنه ما يحق لها الترشح، افسحوا المجال لنجوم القوة الجوية، افسحوا المجال لأهل الشأن. ليش هشام عطا ماكو، سمير كاظم ماكو، وجعفر عمران ماكو، كاظم شبيب ماكو، وهشام مصطفى ماكو، وناظم شاكر ماكو؟ ذولا ولد القوة الجوية اللي بنوا النادي بعرق وبدم وحفرة وأساميهم وبأحرف من ذهب، تالي يجي وليد الزيدي الآن يتحكم بهاي المقدرات ويمنع الإعلام؟ ومن وليد الزيدي؟ من هو؟ وش مال اللي يرشح رئيس اتحاد الكرة حتى هاي طامة كبرى تصير على الكرة العراقية؟ سادتي الأحبة نتابع هذا التقرير اللي يتحدث عن إبعاد النجوم، وأني ما راح أحكي ولد القوة الجوية من ضمنهم الراحل كاظم وعل رحمة الله عليه، واللي انفردنا بلقاء وياه راح يحكون معاناتهم، وشوفوا وليد الزيدي سوى بنجوم القوة الجوية، نتابع هذا التقرير. يتحدث الكثير من النجوم عن حالة التهميش والإقصاء التي يعيشونها في نادي القوة الجوية، فالراحل الكبير كاظم وعل تحدث عن هذا الأمر قبل الوفاة. الوضع صحي سيء إلى سيء، مش أن الرياضة دمنا ما يقدر نستغل عنها، يعني عند جلدة عند الزلاق عندي شلل باليد، احنا بعيدين كل بعد عن الوزارة،
يعني ما لنا صلة بالوزارة ولا علينا. فقط مسؤولين عن الرياضة يتمون الواجهات وبساني أكو فئات عمرية هواية يعانون ما يعانون وما أحد تعاون يوم. ونجم الجوية السابق حنون مشكور كان له رأي مشابه بعد مرضه ووعكته الصحية. المهم قلت له عيني تكالي بس قد أتكلم، قال لي والله هاي العملية مالتك إن شاء الله نجاحها 80 ورقة. الحمد لله ربي ويشكر خير، الله يدبرها إن شاء الله. الفقرة اللي تضرب على العصب مالك صار رجع. قلت لهم يا أبغاني ما أريد منكم شيء، طول السلفة 5 ملايين وأنا رواتبي عندكم وطوني إياها خل أروح أنا. نعم هنالك من يعمل الآن داخل العريق من أبنائه السابقين في مجال الإدارة والتدريب ولا نبخس حقهم، إلا أن قسما كبيرا يؤكد أنه بعيد جدا عن أسوار النادي، والقائمة تطول بأسماء كبيرة هاجرت عش الصقور ولم تجد مكانا لها في النادي كأيقونة الجوية كاظم شبيب والأب الروحي للعريق هشام عطا عجاج وجعفر عمران ومظهر خلف والشهيد منذر خلف وأسماء أخرى لم تستفد إدارة القوة الجوية من خدماتها على الرغم مما قدموه لهذا النادي من جهد وعطاء لم يقدمه غيرهم من الذين جاءوا ولا يمتلكون بعضا من الخبرة والتاريخ الرياضي الذي يحمله هؤلاء النجوم. من بغداد للشوط الثالث زيد السراج. شكرا زيد السراج. فذكر أن نفعت الذكرى هذا التقرير اللي عرضناه أوضحنا في معاناة الراحل الكبير كاظم معل اللي مات بحصرته وعانى الجفاء وعانى التهميش، والآن حنون مشكور يعاني ما يعانيه، ومات كاظم كامل وما حد يدري بيه، والآن صاحب خزعل الجوهرة السوداء اللي حفر تاريخه بأحرف من ذهب يعاني ما يعانيه تالي صفة الوليد الزيدي اللي ما يكلف نفسه حتى يسأل على أولاد القوة الجوية، والشهيد منذر خلف اللي اغتالوه واللي بتشذب ما خليت مظهر أخوه لاعبنا الدولي أن يكون متواجد كنوع من الرد الجميل لتاريخ هؤلاء اللي قدموا الكثير الكثير. احنا بالمناسبة كان من المفترض أن يكون معانا ضيف النجم الدولي السابق الكابتن جعفر عمران، لكن للأسف يعني ما أعرف يعني تعذر مجيئه واعتذر بالتليفون، ونقول لك يعني معذور كابتن لكن مرحبا بك، ودنحاول نتصل بك أيضا اتصالات كثيرة ومدى ترد. فيعني ما أعرف عهدناك بطلا وشجاعا كابتن جعفر وقلت أطلع وأحشي فما أعرف يا جماعة، ترى بعد ماكو شيء يخوف الآن، الرياضة دعوها للرياضيين، يعني هذا اللي أتمناه. وإحنا ترى بالمناسبة كبرنامج وكقناة والله العظيم إحنا ما عندنا خط أحمر على أحد وما عندنا يعني فيتو على أحد، بقدر ما إحنا نخدم الجميع وبقدر ما إحنا ندعم الجميع، وهاي قناة الكل قناة العراقيين وده يشوفون برامجنا والله في خدمة الجميع. أما أنه أنت إذا ما عندك القدرة على أنه أنت تستوعب الانتقاد البناء فهاي مشكلتك، وبعدين يعني اللي بعبه صخر يمعمع، فما أعرف شنو اللي صار. عموما أتمنى الصحة والسلامة إلى الكابتن الكبير حنون مشكور وإلى صخرة الدفاع العراقي صاحب خزعل نجم الكرة العراقية. وبالمناسبة احنا سوينا لقاء ويا حنون مشكور العام بالشتاء وزميلنا محمد الخفاجي راح لبيته وقال محتاج سلفة 5 ملايين من وليد الزيدي لان هي كل المقدرات بيده، الامور المالية والادارية والفنية والسفرات، بس هو موجود حتى بالهيئة المؤقتة. هو يا وزير الدفاع ترى اكو هواية ناس شخصيات عندها استعداد تشتغل وتخدم، وهذا فريق الجوية فريق الشعب. فأتمنى الصحة والسلامة إلى صاحب خزعل، وأتمنى الصحة والسلامة إلى حنون وإلى كل الرياضيين، وأتمنى أمنية شخصية أنه أولاد القوة الجوية من رواد هالأبطال الرياضيين أن يكونوا متواجدين وصير لهم فرصة لخدمة هذا النادي لأنه لا غبار على تاريخهم. فأرجع وأقول يعني أتمنى أن نحقق ما نتمنى تحقيقه. سادتي الأحبة هذا كل ما لدينا،
من حلقة هذا اليوم. وكنا نتمنى أن يكون الكابتن جعفر عمران معانا لأنه هو أحد المظلومين في البيت الجوي. للأسف يعني ما أخذ فرصته الحقيقية. ورح أقول شغلة واحدة، جعفر عمران تكرم باليابان وتكرم بكوريا الجنوبية، وبالعراق ما حد يقول له أنت وين وش ده تسوي. جعفر عمران اللي قلب الموازين في العام 94 وسجل هدف على اليابان وخلى كوريا تترشح الكأس العالم، والكل يذكر الهدف الذهبي اللي سجله في مرمى اليابان وانتهت المباراة 2-2 بين العراق واليابان في تصفيات كأس العالم 94 في الدوحة. وبالتالي دزوا عليه اليابان وكرموه، ودزوا عليه كوريا الجنوبية وكرموه وقالوا له أنت لاعب دخلت التاريخ لأن تلاعبت بمنتخب رايح متأهل لكأس العالم. لكن بالعراق سيد وليد الزيدي ما يستقبل الجعفر عمران ولا شغلة ولا يقول له تعال اشرف. فش وقت نحتضن رواد الرياضة ونجومها اللي خرجونا بخبرة كبيرة، يعني خبرة متراكمة من الإنجازات المفعمة بالذهب في مجال كرة القدم وبقية الألعاب، شو وقت يجي أحد ينصف؟ هذا اللي أنا أريد أقوله. سادتي الأحبة، أتمنى الموفقية لفريقي ونادي نادي القوة الجوية وكل الأندية العراقية اللي نعزهم ونحترمهم ونقدرهم، نتمنى لهم الموفقية والنجاح. سادتي الأحبة، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي آمل أن نالت رضاكم. أنقل لكم تحية جميع من رافقني في هذه الحلقة في استوديو البث في الكنترول، ومن المخرج المبدع دائما علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء بكم يوم غد وحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث. إلى يوم غد أقول لكم في مالة.